مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذه الحصة التي سأقدم فيها مجموعة من التمارين حول الدالة الخطية. إذا أول شيء أقدم نفسي، معكم الأستاذ زهير منشار. بالنسبة لتمارين هذه الحصة، إذا سنتحدث عن تمارين الدالة الخطية كما قلت سابقا، وهي موجهة لمستوى الثانية إعدادي مسلك عام. إذا سنبدأ مع التمرين الأول. قمنا بتعليق قيم مختلفة للكتلة M بالنابض واستخلصنا قيم تمدد دلتا ال. إذا أسئلة هذا التمرين، السؤال الأول: ما نوع العلاقة التي تربط الكتلة M بالتمدد دلتا ال؟ السؤال الثاني: أوجد تمدد النابض عندما نعلق به 32 غراما. ثم السؤال الثالث والأخير: أوجد الكتلة التي ينبغي أن نعلقها بالنابض كي يتمدد ب 2.3 سنتيمتر. إذا أعزائي، كما تلاحظون هنا، لدينا نابض في حالته العادية، وفي كل مرة نضع كتلة M يتمدد هذا النابض بفعل قوة الجاذبية. حصلنا على الجدول التالي كما تلاحظون. إذا الجدول يتكون من سطرين، السطر الأول يحتوي على الكتلة، وفي السطر الثاني التمدد دلتا L بالسنتيمتر. أول سؤال: ما نوع العلاقة التي تربط الكتلة M بالتمدد دلتا L؟ إذا مع السؤال الأول، لنحدد العلاقة التي تربط الكتلة M مع أو بالتمدد دلتا L. وللإجابة على هذا السؤال، سنقوم بقسمة أعداد السطر الأول في الجدول السابق على أعداد السطر الثاني. إذا نبدأ مع أول قيمة، 20 على 0.5. إذا ضربنا البسط والمقام في 10 سنحصل على 200 على 5، وباختزال هذا العدد سنحصل على 40. نفس الشيء بالنسبة للخانة الموالية، إذا 60 على 1.5، بضرب البسط والمقام في 10 سنحصل على 600 على 15، بقسمة البسط والمقام على 3 سنحصل على 200 على 5، و 200 على 5 سبق حسابها وأن قمنا بحسابها سابقا تساوي 40. بالنسبة للخانة الموالية كذلك، 80 مقسومة على 2 وهي كذلك 40. نفس الشيء بالنسبة ل 100 على 2.5 هي 1000 على 25، تساوي بقسمتها على 5 200 على 5 وهي أيضا 40. في الخانة الأخيرة، 120 على 3 أيضا تساوي 40. إذا نلاحظ أن قسمة السطر الأول على قسمة على أعداد السطر الثاني دائما تعطينا عددا ثابتا وهو 40. إذا على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الجدول يمثل علاقة تناسبية، وبالتالي يمكننا القول بأن الكتلة M في هذه الحالة متناسبة مع التمدد دلتا L، أي يمكننا كتابة العلاقة التالية: M تساوي 40 ضرب دلتا L. بالنسبة للسؤال الثاني، أوجد تمدد النابض عندما نعلق به كتلة تساوي 32 غراما. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، نعلم أن M تساوي 40 في دلتا L، وبالتالي إذا قمنا بتعويض أو إذا أردنا استخراج دلتا L فهنا لدينا معادلة، وبالتالي المجهول فيها هو دلتا L، أي أن دلتا L يساوي M على 40. وبتطبيق عددي سنحصل على دلتا L تساوي M اللي هي 32 غراما على 40، وهذا الخارج دلتا L يساوي 0.8 سنتيمتر، أي أن التمدد الموافق للكتلة التي تساوي 32 غراما هو ماذا؟ هو 0.8 سنتيمتر. بالنسبة للسؤال الأخير، أوجد الكتلة التي ينبغي أن نعلقها بالنابض كي يتمدد ب 2.3. أيضا سنستخدم هذه العلاقة، نعلم أن M تساوي 40 ضرب دلتا L، وبتعويض دلتا L بقيمتها في السؤال 2.3 سنحصل على M تساوي 40 ضرب 2.3، وهذا الجداء ماذا يساوي؟ إذن هو 92 غراما.
نمر أعزائي إلى التمرين الثاني. السؤال الأول: لاحظ التمثيلات المبيانية جانبه، ثم حدد التمثيل المبياني الذي يمثل وضعية تناسبية معللا جوابك. بالنسبة للسؤال الثاني: ما هي طبيعة الدالة F؟ السؤال الثالث: حدد مبيانيا صورة العدد 3 بالدالة F. السؤال الرابع: حدد تعبير الدالة F. السؤال الخامس: احسب F لناقص 2. إذن أعزائي، كما تلاحظون هنا لدينا معلم، والمعلم هو عبارة عن مستقيمان مدرجان يلتقيان في نقطة. المستقيم الأول يسمى محور الأفاصيل، الثاني يسمى محور الأراتيب. على هذا المعلم توجد ثلاث تمثيلات مبيانية. التمثيل المبياني الأول باللون الأزرق هو عبارة عن منحنى لدالة اسمها H. بالنسبة للتمثيل باللون الأحمر يعود لدالة اسمها J، والتمثيل المبياني باللون الأخضر لدالة F. إذن أي من هذه التمثيلات المبيانية يمثل علاقة تناسبية؟ إذن بالنسبة للسؤال الأول: أي من التمثيلات المبيانية السابقة يمثل وضعية تناسبية؟ رأيتم بأنه في المعلم كان لدينا ثلاث منحنيات. المنحنى الأول يمثل دالة اسمها H. كما تلاحظون هذا التمثيل المبياني فهو ليس مستقيما، ورغم أنه يمر من أصل المعلم إلا أن النقط غير مستقيمية. الشيء الذي يمكننا من القول بأن الدالة H أو الوضعية H لا تمثل علاقة تناسبية. بالنسبة للمنحنى الثاني هو عبارة عن مستقيم لكنه لا يمر من أصل المعلم، وبالتالي كذلك يمكن الاستنتاج بأنه لا يمثل وضعية تناسبية. بالنسبة للسيل F أو التمثيل المبياني لـ F فهو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، ومن هنا نستنتج أن هذا التمثيل يعود لوضعية تناسبية. إذن للإجابة عن هذا السؤال نلاحظ أن سيل F وهو التمثيل المبياني باللون الأخضر، نلاحظ أن السيل F عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، أي أن السيل F هو التمثيل مبياني لوضعية تناسبية. السؤال الموالي: ما هي طبيعة الدالة F؟ إذن بما أن تمثيل مبياني للدالة F هو أيضا عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، فهذا يدل على أن سيل F ستكون عبارة عن دالة خطية. إذن نفس الشيء السؤال الثاني، نلاحظ أن التمثيل المبياني للدالة F هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، وبالتالي فإن الدالة F هي دالة خطية، أي أن F لX تكتب على شكل A في X. السؤال الموالي: حدد مبيانيا صورة العدد 3 بالدالة F. ماذا نعني بهذا السؤال؟ التحديد أو البحث مبيانيا عن صورة العدد 3 بالدالة F يعني البحث عن الأرطوب الموافق للأفصول 3 بالنسبة للدالة F. كما تلاحظون أعزائي في المعلم، إذا قمتم بالبحث عن الأفصول 3 فهذا هو الأفصول 3. ماذا يوافقه كأرطوب؟ يوافقه الأرطوب 6. هذا يعني أن صورة العدد 3 بالدالة F هو العدد 6، وسنكتب. ومن خلال التمثيل المبياني يتضح أن F لـ 3 تساوي
6 أي أن الصورة الثلاثة بالدالة الخطية F هو العدد 6. نمر إلى السؤال الرابع. حدد تعبير الدالة F. إذن كما تعلمون أعزائي أن لتحديد تعبير الدالة الخطية يكفي حساب معامل هذه الدالة الخطية A. وكما تعلمون A هو عبارة عن F لX مقسومة على X أي الصورة على السابق. إذا قمنا بالتعويض حسب المعطيات لدينا هنا F لثلاثة يعني F لثلاثة على ثلاثة. F لثلاثة على ثلاثة ماذا تساوي؟ F لثلاثة هي 6 يعني 6 على ثلاثة، والستة على ثلاثة هو 2 يعني أن هذه الدالة الخطية F معاملها 2. إذن كيف ستكتب؟ إذن F لX تساوي 2 X وهذا هو تعبير الدالة F. السؤال الأخير، أحسب F لناقص 2. إذن هنا تطبيق مباشر. خامسا لنحسب F لناقص 2، إذن سنقوم فقط بتعويض X بقيمته ناقص 2. F لناقص 2 تساوي 2 مضروبة في ناقص 2 والنتيجة هي ناقص 4. إذن صورة العدد ناقص 2 بالدالة الخطية F هو العدد ناقص 4. إذن بالنسبة للتمرين الأخير أعزائي، تسير سيارة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. قام شخص بتسجيل استهلاك السيارة بعد قطع مسافات مختلفة فحصل على الجدول التالي. إذن في الجدول التالي كما تلاحظون هناك سطران، السطر الأول يحتوي على كمية البنزين والسطر الثاني بالنسبة للمسافة بالكيلومتر. الأسئلة، السؤال الأول، حدد المسافة التي ستقطعها السيارة عند استهلاك 37.5 لترا من البنزين. السؤال الثاني، ما هي المدة الزمنية المستغرقة عند استهلاك 15 لترا من البنزين؟ السؤال الثالث والأخير، ثمن اللتر الواحد من البنزين هو 12.3 درهم. حدد المبلغ المالي الموافق لكمية البنزين المستهلك عند قطع 700 كيلومتر. إذن بالنسبة للسؤال الأول، حدد المسافة التي ستقطعها السيارة عند استهلاك 37.5 لترا من البنزين. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل كمية البنزين متناسبة مع المسافة؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. مثلا هنا 98 مقسومة على 7 تساوي كم؟ تساوي 14. نمر إلى الخانة الموالية، ماذا لدينا؟ 35 على 2.5 وهي أيضا 14، وكذلك 255.5 على 18.25 هي كذلك 14. إذن تلاحظون بأن الخارج يبقى ثابت، خارج المسافة على كمية البنزين المستهلكة عدد ثابت، وهذا يعني أن المسافة متناسبة مع كمية البنزين. لا تنسوا أعزائي هنا أن السرعة ثابتة، لهذا المسافة متناسبة مع كمية البنزين، وبالتالي يمكننا القول أن D المسافة المقطوعة تساوي 14 وهو معامل التناسب ضرب كمية البنزين Q، بحيث قلنا D هي المسافة المقطوعة وQ هي كمية البنزين، يعني أن D تساوي 14 في Q، وQ حسب السؤال الأول هي 37.5 أي أن D تساوي 525 كيلومتر. نمر إلى السؤال الثاني، ما هي المدة الزمنية المستغرقة عند استهلاك 15 لترا من البنزين؟ إذن في هذه الحالة سنلجأ إلى العلاقة التي تربط المدة الزمنية بالمسافة وهي V. نعلم أن V تساوي D على T، أي أن T تساوي D
على في، أي أن المدة الزمنية ما هي إلا قسمة المسافة على السرعة، يعني أن تي تساوي ماذا؟ في في المقام. بالنسبة للبسط دي، المسافة دي سبق حسابها سابقا، دي تساوي 14 في كيو، يعني 14 معامل تناسب في كمية البنزين كيو. ماذا يساوي كل هذا؟ بتطبيق عددي، تي تساوي 14 ضرب كيو، كيو حسب السؤال الثاني هي 15 على في وهي 80 كيلومترا في الساعة، قلنا هنا بأن السرعة ثابتة. كل هذا ماذا يساوي؟ إذن النتيجة هي 625 أو عفوا 2.625 ساعة. الآن مع السؤال الأخير، السؤال رقم 3، لنحدد المبلغ المالي. إذن قبل ذلك نعلم أن ثمن اللتر الواحد هو 12.3، والمسافة المقطوعة هي 700 كيلومتر. وجب أولا تحديد كمية البنزين المستهلكة عند قطع 700 كيلومتر، والعلاقة التي تعرفونها حسب السؤال السابق لدينا دي تساوي 14 في كيو، أي أن الكمية كيو ما هي إلا دي على 14. إذن من هنا يمكننا استخراج الآن الكمية البنزين بتطبيق عددي، كيو تساوي 700 كيلومتر دي حسب السؤال على 14. إذن كيو ماذا تساوي؟ 700 على 14، إذن كيو تساوي 50 لترا، ومنه كيو تساوي 50. الآن لحساب أو لتحديد الثمن يكفي ضرب 50 في ثمن لتر الواحد وهو 12.3، إذن ثمن البنزين أو المبلغ المالي الموافق لكمية البنزين المستهلك عند قطع 700 كيلومتر هو ماذا؟ هو 50 مضروبة في ثمن لتر الواحد وهو 12.3 تساوي 615 درهما. إذن أعزائي أتمنى لكم كل التوفيق، مع تحياتي.